بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله بحول الله وقوته، على حسب الطلب وعلى حسب المشاكل اللي تحطوا في القناة. أنا غادي نجاوب بوصفة الناس اللي عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم، وصلوا لواحد السن او دوزوا واحد الوقت طويل مع بعضياتهم، من بعد وصلت المشاكل ولات شك ولا خيانة ولا الزوج ما تديهاش مراته او ما تديهاش في الزوجة ديالو، ولا عباتي ولا عنده مشاكل نفسية او نفور. اما بعض الاحيان تكون من السحر التفريق أو السحر النفور، أو المرأة تكون عندها مس، المرأة تكون عندها مس أو عارض، هو اللي يتكون لها عارض بينها وبين الزوج ديالها، تخلق لها متاعب، تخلق لها مشاكل، تخلق لها حويج لا تخطر على بال. ولكن المرأة تكون ذكية في علاج النفور مع الزوج بالقرآن الكريم، شفاء ودواء. اول وصفه معنا هي وصفه ديال الماء اللي غادي نقراو عليه ونعطي لازواجنا يشربوا. كنا محتاجين نكونوا ايجابيين في بيوتنا ونكونوا نعطيو واحد الطاقه ايجابيه، نعطيو واحد الطاقه ايجابيه بالصبر. الصبر مفتاح الفرج، لان الا صبرتي غادي تحافظي على بيتك، غادي تحافظي على اولادك، غادي تحافظي على نفسك. كرامة المرأة في بيتها، كرامة المرأة في مع وليداتها، كرامة المرأة مع زوجها. ولو تكون نزوة عابرة لابد نكون احنا ايجابيين. اذا احبابي غنعطيكم واحد الوصفات باش تعالجوا الامور ديالكم، وان شاء الله غيكون فرج قريب ان شاء الله. اول وصفه معنا هي الماء للشرب اولا ولرش البيت. غادي ناخذ واحد القنينه الماء للشرب، تكون تحاولوا انكم تاخذوا واحد القنينه كميه الماء الكافي ديال 3 ايام، ومن بعد عاوتاني في 3 ايام نعاود نقرا هاد الصوره اللي رائعة في طرد العوارض اللي بينك وبين الزوج ديالك، تتبطل السحر وتتوقف الزوج الغضبان اللي عنده نفور بينه وبين المرأة دياله. إذن ولو يكون عنده هي عوارض، من تشرب الماء هي وياه غادي تحس إن شاء الله بالفرج القريب. إذن بالفرج القريب، أول حاجة غادي ناخد الماء الكافي للشرب، وغادي نقدر يشربوا كاع أفراد العائلة وترشي بها البيت كامل. ناخذ واحد القنينه بخاخ ونضيف لها ماء الورد، وغادي ان شاء الله نقرا عليها في وقت القراءه نفت على هذيك القنينه اللي فيها ماء الورد، او نضيف لها الماء اللي غادي نقرا عليه اللي غادي نشربوه، وغادي نرش البيت كامل. اذا الصوره هي صوره المزمل، هتقريها 3 مرات على الماء وتنفتي، تقراي وتنفتي حتى تكملي 3 مرات. هي سورة المزمل تزرع المحبة والمودة وتطرد النحس والسحر النفور وتجلب الرزق. إذن حاولوا أنكم تديروها وترشي البيت في كل وقت مع العصر أو الصبح. أما القزبر غادي نقرأ عليه واحد القراءة اللي غادي تبدأي تبخري به مع الصبح ولا الظهر ولا العصر او المغرب، عادي جدا. ولكن القزبر رائع في جلب المحبة والمودة بينك وبين الشخص المعين، بحال البنت اللي عندها شخص معين غادي تدير هاد الوصفة، بغاته يجي يخطبها او يتزوج بها، او المرأة اللي عندها نفور مع الزوج ديالها وعندها مشاكل وعندها صراعات غادي تدير هاد الوصفة باش ربي يجمع بيناتهم ويرد المحبة والمودة بيناتهم. اذا غادي ناخذ 250 غرام ديال
ديال القزبر كرم يابس، وغادي نقرا عليه هذا الاسم من اسماء الله الحسنى 1000 مرة. اسم يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع 1000 مرة، وغادي نقرا اسم الودود 1000 مرة في ليلة واحدة، وغادي نقرا ان شاء الله سورة المزمل مرة واحدة، وغادي ندير الدعاء 50 مرة. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعني مع زوجي او رده لي ردا جميلا، اللهم ازرع المحبة والمودة بيني وبين زوجي، اللهم اجعل بيني وبينه مودة دائمة. البنت اللي باغا شخص معين، اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمعني مع فلان ولد فلانة للمحبة والمودة ولجلبه إلى الزواج، اللهم ازرع المحبة والمودة في قلبه. وغادي إن شاء الله اسم الجامع واسم الودود، اسم الودود ديروا الدعاء ديالكم بما تريدون، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ودني مع فلان ود فلانة، يا ودود يا ودود يا ودود. البنت اللي باغا شخص معين أو المرأة اللي عندها نفور مع الزوج ديالها، سبحان الله اسم الودود يزرع المحبة والمودة بين الأسر، ولو يشربوا الوليدات الصغار أو تشربيتي أو يشرب الزوج ديالك، سبحان الله غيتزرع المحبة والمودة، وغادي تطردوا النفور اللي كاين في البيت سببه سحر أو سحر تفريق أو السحر المرشوش أو السحر التجديد أو السحر النفور أو السحر التحقير. بعض الأحيان تيكون السحر التحقير للبنت للمرأة، باش الراجل ما يبقاش يشوف فيها وما يبقاش يبغيها يودها دائما. إذن حاولوا أنكم ديما تلتجؤوا إلى باب الكريم، باب الدعاء، باب أسماء الله الحسنى، لأن فيها حب ومودة وزرع الخير بيناتكم. المرأة إذا كان عندها عوارض تخدم على راسها، المرأة إذا كانت هي اللي تجبد صداع، أعطيكم نصيحة، المرأة إذا كانت هي ديما شاعلة وهي اللي تخلق المتاعب، تتعرف بأن عندها عوارض أو تزرع الصداع والمشاكل، تتعرف بأنها هي اللي عندها عوارض، أنها تجلس مع نفسها وترقي نفسها بنفسها بصمت. القراءة اللي غادي تقرأ المرأة باش تكتشف أن عندها عوارض، تقرأ مدة أسبوع، تقرأ سورة الصافات وسورة الجن، من بعد ما تمشي تنام، تقرأها وتنام، غادي تحلم، غادي تشوف حويج، غادي هي غادي تحس براسها. إذن اللي عرفات راسها بأنها هي اللي عندها عوارض، غادي تبدأ تعالج نفسها بنفسها. حطوا لي تعليقات، نحط لكم الرقيات خاصين بالعوارض، وإن شاء الله يكون خير، تخدموا على ريوسكم، وإن شاء الله يكون خير ومودة ومحبة بين الأسر. إذن أحبابي، هذه الصيغات لبها الناس وأنا حطيتها، لعل وعسى ربي يحنن القلوب ويزرع المحبة والمودة. الناس اللي عندهم طلاق، الراجل ديما تيهددها بالطلاق، غادي تحاول أنها تقرأ اسم يا مانع يا مانع 1000 مرة، واحد المدة زمنية حتى يتراجع على الكلام ديالو. يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع، امنع زوجي على الطلاق، امنع زوجي على فكرة الطلاق. ونبقى ندعي، على الأقل نشد واحد الزاوية كل ليلة في وقت معين، وغادي إن شاء الله نكون نظيفة، نكون متقبلة إلى القبلة، ونكون ندعي بهذا الدعاء، ونخدم اسم يا مانع، امنع زوجي من اسم الطلاق في فمه، أو منعه على الطلاق، أو أي حاجة تتحسيها تيقولها غادي تمنعيه بهذا اسم يا مانع. بغيتي أنه يتقرب منك، غادي تقرأي دائما في الصلاة ديالك 100 مرة، يا قريب يا قريب يا قريب، قرب لي زوجي
باسم القريب أن تجعل زوجي يكون معايا ويتقرب مني ويحبني ويبغيني أي حاجة بغيتيها. إذا حبايبي عطيتكم بزاف الوصفات، حاولوا تخليوا لايك، تدعموا القناة، تفعلوا الجرس، أبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.